الله يسلمك. والله مش عارف اوصف الشعور، فرح ما متلخبط كل شعوري. مبسوط كثير كثير، الحمد لله اني روحت، وعقبال باقي الاسرى ما يروحوا، ابن عمي واصحابي ان شاء الله بيروحوا عن قريب. والله حطينا نوكل لسه، ولا هو بيجي بكل مين؟ محمد ابو الحمص. بقول له انا، ولا بقول له يلا مروح. كيفتكم؟ سلمت على الشباب، ما خلنوش لا اخذ ولا غرض معي. وبوط شلحوني اياه واعطوني بابوج وطلعوني. شو حسيت؟ زي اي ام يعني، الحمد لله رب العالمين. لمين مبسوطه كثير ان ابني روح ورح الليله يعني ينام عندنا. كملت عيلتنا اهم شيء، الحمد لله رب العالمين. يعني شو احسن شعور في الدنيا هذا لاي ام، ان ابنها اولادها كلهم خلص حواليها بحضنها. يا رب يجعلك سلام.